لما بنقول ان مهرجان العالمين في تنوع ووجبه فنيه متنوعه، احنا بنتكلم على حقيقه موجوده، يعني مش بس الاغاني الروك والفيوجن والجديد والمستقله، لا هو في اغاني مختلفة من دول مختلفة. وعشان مهرجان العالمين ليه يعني رواد كتيرة من دول عربية كتيرة جدا، أعلن مهرجان العالمين الجديدة عن حفل غنائي خليجي يقام خلال فعاليات النسخة الثانية من المهرجان، بيحيي كل من الفنان فؤاد عبد الواحد والفنانة أصيل هميم والفنان موسى والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد طه. ده هيبقى إن شاء الله يوم الثلاث والأربع 30 و31 من يوليو الجاري على مسرح ميوزيكال شو بالنورث سكوير مول بمدينة العالمين الجديدة. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده بينضم لينا دلوقتي المايسترو أحمد طه. يا مساء الفل عليك يا مايسترو. مساء الفل عليك، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. يعني كلمنا أكتر عن الليلة الخليجية الجميلة قوي دي، هنشوف إيه، بتستعدوا لها إزاي؟ هو بس قبل أي حاجة أنا بس عايز يعني أعدل لك معلومة، معلش. اتفضل. الحفلة بقت يوم 2 مش يوم 3. يوم 2 أغسطس. احنا غيرنا ميعاد الحفلة، بقت ويكند طبعا عشان انت عارفة يبقى في جمهور وشباب والويكند بيبقى افضل عموما بالنسبة للحفلات، انت عارفة. اكيد طبعا. اكيد. يبقى الحفلة بدل يوم 30 31 هتبقى يوم 2 اغسطس بإذن الله. ان شاء الله. كلمنا اكتر بقى عن الحفلة الجميلة دي، هنشوف نجوم من الخليج العربي هيغنوا على ارض العالمين الجديدة، احكي لنا عن التوليفة الحلوة قوي دي. والله طبعا هي حاجه تفرح وتشرف ان بلدنا تبقى بتستضيف نجوم فنانين شباب، هم نجوم شباب زي النجم فؤاد عبد الواحد والنجمه العراقيه الجميله أصيل أمين. هم من نجوم الخليج دلوقتي وهم فعلا ما شاء الله هم مكسرين الدنيا بره مصر. فحاجه حلوه ان احنا نيجي ونعمل حاجه في مهرجان العالمين، وحاجه مشرفه لبلدنا ان احنا نستضيف ده. اشهر اغانيهم ايه يا مايسترو؟ والله فؤاد عنده العيون السود من الاغاني الحلوه بتاعته قوي قوي، يعني اغنيه جميله دي. وأصيل ليها أغاني كتير قوي بتاعتها جميلة، يعني أصيل يعني عندها عدة أغاني الحقيقة مكسرة الدنيا بره. طب هل إحنا نتوقع إن هم هيغنوا أغانيهم بس ولا هيغنوا كمان أغاني من الأغاني الخليجية الحلوة اللي إحنا بنحبها كمصريين كمان؟ والله بصي، هو اللي إحنا محضرينه لغاية دلوقتي هي الأغاني بتاعتهم الخاصة، ولكن أنا طبعًا كنت أتناقش معاهم إن إحنا عايزين نحط أغاني خليجية لنجوم القدام المعروفة في مصر ونعملها يعني حاجة لفتة حلوة، يعني ان احنا نجيب حاجات من الاغاني القديمة بتاعت الاساتذة الكبار. يعني هتبقى اكيد حفلة حلوة جدا، احكي لنا عن التحضيرات اكتر يا مايسترو، يعني بتعملوا ايه؟ عملتوا كام بروفا لغاية دلوقتي؟ هل زرتوا العالمين فعلا ولا لسه؟ والله انا لسه ما زرتش العالمين لان انا يعني بره مصر بقالي دلوقتي 17 سنة ويمكن بنزل مصر كل 3 4 سنين، فانا ما زرتهاش للاسف، بس ان شاء الله السنة دي هتشرف وازورها. واحنا يعني محضرين ان احنا عملنا بروفا بره في دبي، قعدت انا والفنانين واجتمعنا مع بعض وعملنا بروفا كده مع بعض، وهننزل ان شاء الله في مصر نعمل البروفتين قبل الحفله ان شاء الله. يعني جمهور الاغنيه الخليجيه عامه، خليني اقول انه مش بس في الخليج العربي، لا هو كمان في مصر في ناس كثيره قوي بتحب الاغنيه الخليجيه. احكي لنا اكتر عن استعداداتكم حتى للجمهور المصري، تفاعل الجمهور المصري معاهم مع الفنانين اللي هيغنوا، احكي لنا اكتر. بصي عشان نكون صراحه كده، يعني ده حقيقه مش عشان انا مصري، اي فنان بيبقى عايز ينجح لازم ينجح في مصر طبعا، فاحنا بلدنا فعلا ام الفن، هي ام الدنيا وام الفن. فاحنا اي فنان بيبقى نجح في مصر معناه انه نجح في الوطن العربي كله، يعني طبعا من الحاجات طبعا النجم الكبير محمد عبده، برغم ان هو طبعاً بيغني اغنيه خليجيه لكن هو كمان حفلاته في مصر كانت بتكسر الدنيا طبعا. اكيد هو الاستاذ محمد عبده والاستاذ رابح صقر والاستاذ عبد المجيد عبد الله وكلهم، وحتى الله يرحمه الاستاذ طلال سلامه، كلهم بيعملوا الحفلات، طلال مداح اسف، بيعملوا الحفلات في مصر بتكسر الدنيا، وحتى الاستاذ طلال سلامه ربنا يديله الصحه برضه من الحفلات بتاعته اللي كانت مكسره الدنيا في مصر. ايوه اكيد طبعا. متحمس طيب انت للحفله، احكي لنا كده. انا متحمس جدا طبعا، لان قبل اي حاجه انا مصر وحشتني ونفسي اعمل حفله حلوه في مصر. من اخر حفله كانت من سنتين في دار الاوبرا المصريه مع بلقيس الفنانه بلقيس. الله. كنت انا برضو المايسترو معاها بلقيس من الاصوات الهايله، يعني طبعا فنانه جميله طبعا وصوت يمني جبار طبعا فنانه.
هل في يعني تعاونات تانية جاية في المستقبل القريب يمكن نقدر نشوفها بين يمكن الفنانين اللي من الخليج العربي مع مصريين، يعني نقدر نشوف يمكن دويتو كده حلو في المستقبل ما بين الأغنية المصرية والأغنية الخليجية؟ والله ان شاء الله ناويين، يعني ناويين نعمل حاجه زي كده باذن الله، بنحاول نحضر لها باذن الله وباذن الله يعني تبقى حاجه حلوه للجمهور باذن الله. يعني اكيد الجمهور المصري كمان اللي هيحضر ان شاء الله هيبقى حابب انه يسمع اكيد اغنيه كده مصريه في النص تبقى حلو. اكيد يعني انا زي ما قلت لك والله احنا بنحاول نحط حاجه خليجي قديمه على حاجه مصري حلوه ونعمل توليفه حلوه كده نسعد بيها الجمهور المصري، لان احنا جمهورنا فعلا يستاهل ان هو يفرح ويتبسط. طب يعني احرق لنا حاجه بسيطه كده، قول لنا حضرتوا ايه الاغاني بتاعتهم اللي هم متحمسين يغنوها؟ على فكره في عراقيين كتير جدا جدا بيزوروا المهرجان. يعني ما انت عارفه عندك مثلا اغنيه زي يوم ما يومش جت حلو، الاغنيه دي بتاعت اصيل والجمهور بيحبها جدا. انا بعشق الاغنيه دي بحبها جدا. ناس كتيرة بتحبها جدا، هي عليها اغاني كتير حلوه وقريبه من عندنا في مصر، احنا بنحب الاغاني بتاعتها. وكمان فؤاد ليه اغاني كتيرة حلوه المصريين بيحبوها. على فكره حلو ان حضرتك تقول اكتر، لانه ممكن الناس اللي لسه مش مجمعه يجمعوا الفنانين، لانه اصيل فعلا الاغنيه دي حلوه قوي ليها. انا مش عايزه اقول اسامي اغاني تانية عشان ما بقاش غلطت يعني، بس في ايه تاني الاصيل كمان مشهور؟ والله ليها، بس انا مش عايز احرق عشان مش عايز ابدا اقول البرنامج حاجه بسيطه قد كده يعني قد كده حاجه صغيره. خليها مفاجاه، لان هي فعلا بتحضر حاجات كمان من الجديد بتاعها غير القديم، احنا بنعمل حاجات من الجديد بتاعها. لان احنا ان شاء الله عندنا يعني فؤاد واصيل في القاهره تاني يوم، وعندنا بعد كده فؤاد واصيل ان شاء الله هنسافر معاهم في لندن ومع النجم عايد يوسف، فعندنا لفه حلوه فعاملين برنامج كبير فبنختار منه بقى واحنا ماشيين. ان شاء الله. طيب الـ يعني احكي لي عن رايك في فكره انه العالمين بتجمع ما بين، او خليني اقول كده بقت ميلتنج بوت، يعني بقت النهارده في ثقافات مختلفه بتهتمي بيها، انه مش بس زي ما احنا متعودين دايما انه لا احنا هنشوف الفنانين المصريين بس، لا احنا شفنا يمكن الفنان الكبير كاظم الساهر على مسرح العالمين من اسبوع، شفنا ماجده الرومي. فقد ايه ده حلو ان احنا نجمع كل هؤلاء الفنانين العرب الكبار جدا جدا على ارض مصريه، والاهتمام كمان بالاغنيه العربيه بشكل عام. والله عشان الخص لك الموضوع، هي دي مصر وهي دي مكانة مصر، وده المفروض المكان اللي احنا نبقى فيه. احنا يعني سابقين من سنين 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 في الفن، فهو ده مكاننا الطبيعي، وده المفروض اللي يحصل عندنا ويبقى عندنا ده موجود، وفعلا حاجه تشرف. ونتمنى يبقى فيه مهرجانات كتيره زي العالمين والاوبرا ترجع تاني، نعمل الحفلات الكبيره اللي تبقى فيها. احنا محتاجين نعمل ده، ومحتاجين فعلا ننشط الحركه الشبابيه الخليجيه في مصر. يعني ما ينفعش تبقى الحفلات بس لازم الاستاذ محمد موجود او لازم الاستاذ عبد المجيد موجود، لا، الشباب الجداد فعلا اصوات هايله، اصوات جباره، وفنانين جايين بقوه. فاحنا محتاجين نبقى عندنا ده، احنا شعب بطبيعتنا مثقف، عايزين يعني انا اسف في الكلام طبعا، لان انا بحب الفن المصري والفن الاصيل. نفسي نخرج من دايره الموسيقى اللي احنا بقينا فيها في مصر، من اللي موجوده في الذوق اللي موجود في وسط الشعبي، عايزين نرجع تاني نسمع اغاني طرب واغاني خليجيه واغاني مصريه فيها طرب وغنى. على فكره انا حفيد الحفناوي، يمكن المعلومه دي مش ناس كتير تعرفها. لا دي معلومه جديده طبعا. جدي احمد الحفناوي ومحمود الحفناوي اللي هم كانوا مع ام كلثوم، فانا متربي في وسط عيله فنيه طربيه. يعني كده انا بقول لك طب بس في اهتمام، يعني خليني اقول ان المهرجان كمان بيهتم جدا، يعني كان في تكريم او ليله لعمار الشريعي، في ليله لبليغ حمدي، في اصوات مصريه، خليني اقول اختيار كمان المايسترو نادر عباسي لكارمن سليمان ولؤي قبل كده عشان يغنوا في ليله عمار الشريعي. لا في اصوات مصريه نقدر نقول عندنا طرب، بتقدم طرب عندنا. تابعت ازاي لا لا احنا بنتكلم طبعا هنا على دول عمالقه برضو كمان طبعا. الحفلات اللي فاتت تبعتها ازاي؟ في حفل الافتتاح، حفلة تامر حسني، ايه الحفلات اللي انت يمكن تكون متحمس ليها كمان في الفترة الجاية حابب تحضرها لو في وقت عندك يعني؟ والله انا يعني نازل تاني ان شاء الله مصر، عندي الفنانه ديانا حداد النجمه الجميله ديانا حداد، هنزل اعمل الحفله بتاعتها برضو ان شاء الله في العالمين ان شاء الله، انا المايسترو برضو معاها، فان شاء الله نازلين الحفله بتاعتها. وانا بنفسي احضر الحاجات اللي هي فيها طرب فعلا، الحاجات دي انا بحبها يعني. انا بحب بعشق استاذ مدحت صالح مثلا، بحب الاستاذ هاني شاكر، وكان لي الشرف ان اكون مايسترو معاه قبل كده في حفلتين ثلاثه في الامارات. دول اللي احنا اتربينا عليهم النجوم بجد، اللي هم الاصوات اللي فعلا لما بنسمعها
بنفتكر مصر، بنفتكر الاغاني الحلوه بتاعتنا اللي احنا اتربينا عليها. مدحت صالح طبعا صوت جبار، وكان ليه حفله مع الاعلاميه منى الشاذلي يعني في بدايه المهرجان. طبعا اتفرجت عليها من ضمن الحفلات اللي انا تابعتها واتفرجت عليها، وكنت فرحان جدا ان هو يرجع ويغني ويعمل حاجه زي كده، لان هو فنان تقيل من المطربين التقال فعلا. اكيد. خليني اكلمك عن الموسيقى الشبابيه وتابعت ازاي، لو تابعت يعني حفله تامر حسني والاقبال الكبير اللي كان تامر كمان من الاصوات الحلوه، يعني قادر يدمج كده، عامل توليفه حلوه ما بين الصوت الحلو والموسيقى الحلوه والاغاني الحلوه. انا بحبه كمان لان هو فعلا هو لغايه دلوقتي هو يعني محافظ على الحته اللي هي الشبابيه المصريه. احنا دخلت في غنى وفي كلمه حلوه وفي توزيع حلو وفي ذوق حلو، حتى الافلام بتاعته فيها قصه حلوه، فهو من النجوم اللي انا فعلا بعتز ان انا اتفرج عليهم واشوفهم وابقى فرحان بيه. مايسترو احمد طه، احنا بنتمنى كل التوفيق ليك في اللي جاي، ويعني ان شاء الله الحفله دي تكسر الدنيا يوم 2 اغسطس، ما تنسوش تحضروا الحفله دي. نشكرك يا فندم. الحقيقة مدينة العلمين أصبحت في الآونة الأخيرة قبلة سياحية من السياح العرب والأجانب، وده أنعش إقبال الرواد على زيارة مدينة العلمين والساحل الشمالي بشكل عام، خاصة طبعا القادمين من دول الخليج العربي. وكمان شهدت مدينة العلمين إقبال من جنسيات أوروبية ما كانتش موجودة من قبل كده، وده سبب أو بسبب المهرجان العلمين المقام في الفترة الحالية.